أنا الطالب الفلسطيني يوسف أسامة القططي المتواجد في مدينة مستغانم. نحن كطلاب في غربة، أقسم لكم بالله معنوياتنا صاي، ما بقى فيها والو. أنا شفت من دموع، أنا ما رانيش ناكل، ما رانيش نقرأ، ما والو والو. أقسم لا نرقد زوج سوايع ولا ساعة باش يريح روحي ويروح للجامعة. كل يوم ماسك تليفون تاعي وبستنى، خايف استنى خبر يجيني استشهاد احد من اقاربي، ابي امي اخوتي. تعبنا مش قادرين احنا، والله ما احنا قادرين يا عمي، ما ضلش فينا قوه، دراستنا راحت. انا بالنسبه لي هنا مش قادر ادرس، والله ما انا قادر، عقلي وقلبي في فلسطين في غزه، اهلي في غزه، امي وابوي في غزه، كل عائلتي كل اقاربي في غزه، انا لحالي بدرس هون. بطالبكم وبأشد على أيديكم، توحدوا يا عمي، مش طالبين منكم إشي، دافعوا عن مصر الرسول، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فلسطين، فلسطين قضية العرب كلهم، قضية المسلمين كلهم. بالنسبة للأخبار كيف بصليني من غزة، طبعاً أنا تليفوني ما بقدر أسيبه من إيدي ولا دقيقة، حتى الحين كنا عاملين فعالية لفلسطين وكان بإيدي بهتف وبناشد والتليفون بايدي، خايف انه يجيني خبر. من المقاومه الثابته مرابطين في غزه يعطوا درس في المقاومه والاستشهاد للعالم، وهنا نوجه نداء الى منظمات حقوق الانسان، المنظمات العالميه، اين موقفكم؟ اين ثبوتكم؟ اطفال يقتلون، شعب يموت.